اهلا وسهلا فعال بحياه كل طفل. منوره مريم. صباح الخير يا مريم. تفضلي مريم. احنا اليوم كنا قاعدين عم نحكي عن موضوع كثير حلو وهو الامومه الفعاله. هلا كل صبيه يمكن بتمر بمراحل بحياتها وبتوصل لمرحله انه هي تحس انه هي خلاص حتصير ام. احكي لنا شو هي المراحل الاستعداد النفسي والجسدي للبنت لما بدها تستقبل اول طفل. اكيد اول ما الام او اي يعني اي انثى اول ما تكون راح تدخل هذه المرحله تبتدي مشاعرها تتلخبط، لان هذا الشيء يعني مثل ما قلتي مرحله جديده، فممكن ان هي ترجع وتسمع لصديقاتها او امها فتبتدي تكون متخوفه من هاي المرحله بشكل كبير. فنحن دائما نقول للامهات الجدد لازم تتلذذون في مرحله الامومه، لازم تعرفين كيف ممكن انت تدخلين هذه المرحله وتكوني مستمتعه ومتلذذه في هذه المرحله. ففي كثير من الامهات الجدد يكون عندهم تخوف كبير ان مثلا منصب الامومه ممكن انا مثلا ما اقدر اطلع، ما اقدر اروح، ما اقدر اي، يعني تربط موضوع الامومه بافكار سلبيه. فنحن نقول للأمهات الجدد لازم يكون عندنا استعداد فعال لهذه المرحلة. كيف ممكن إني أنا استقبل مرحلة الأمومة بشكل إني أكون يعني بكل أريحية؟ دائما واحد لما يكون مستعد للشيء يكون مستمتع فيه. صح. لكن لما نربطه بأفكار سلبية إني أنا إذا كنت أم ممكن إني أنا جسمي هيبوظ أول حاجة. أول شيء ممكن إن أنا شكلي راح يتغير، أو ممكن إني أنا ما راح أقدر أطلع ويا صديقاتي، راح أخذ جزء كبير من وقتي في البيت والمسؤولية اللي على أيوة. عاتقي والمسؤولية. ففي كثير من الأمهات أو حتى الزوجات يأجلون موضوع الأمومة لأنه راح يكون يعني بالنسبة لهم شيء سلبي. فأول شيء أو تجهيز من تجهيزات الأمومة أني أنا استعد نفسياً لهذه المرحلة علشان استمتع فيها بالطريقة الفعالة. ليش؟ عشان لما أوصل لمرحلة الأمومة بشكل كافي أكون أم فعالة. شو يعني أم فعالة؟ أني أنا قائمة بهذا الدور على أكمل وجه وبالمقابل مستمتعة فيه. في كثير من الأمهات لكن مش مستمتعين في هذا المنصب، فخلني أنا أول شيء أكون جاهزة نفسياً أني أنا أتقبل هذا الشيء، وكيف أني أنا أكون بالفعل أم فعالة ألبي كل الاحتياجات النفسية والجسدية لهذا الطفل اللي راح يكون يعني نحن نقول ضيف جديد على البيت، فكيف أني أنا أستقبله بالطريقة الفعالة. مش بس ضيف، تحسيه شريك. يعني أنا بشوف دعاء أنه أهم عامل فعوامل انه الام تحقق الفاعليه او تحقق التفاعل ما بينها وما بين اسرتها ان هي تشاركهم في كل حاجه في حياتها وتكون هي كمان شريكه في كل حاجه في حياتهم. صح. قبل ما تشرفينا مريم كنا بنتكلم في موضوع ان الام مدرسه تقعد تذاكر، الام مدربه تقعد تعلمك اشياء جديده، طباخه، صديقه، يعني كلنا بنلجا لامهاتنا نحكي. صح. فبشوف انه اهميه المشاركه في حياه الابناء هو ده اللي يعني بيخليها تنتقل إلى مرحلة الفعالية أو تفاعل. صح. تلعب يعني أدوار مختلفة داخل البيت. يعني تقولي مثل ما ذكرتي ممكن تكون هي اللي تشرف، هي المدربة، هي الطبق، فبالتالي هي أدوار مختلفة وتلعبها بشكل فعال. فكل أم تقول يعني أنا ممكن ما كنت متعودة على هذا الشيء، فلازم ان نحن نتمرن ونتدرب كيف ممكن ان نحن نكون فاعلين مع ابنائنا. في كثير من الامهات يعني يصيبهم مثل تردد او ان لازم ان اكون ام مثاليه. ما في ام كامله. صح. ما في ام مثاليه اللي هي تكون يعني 100%. تزعلوا منك الامهات. أيوة. خلي بالك. ليش؟ لان لو تلاحظين الام لما تستقبل الطفل الاول ممكن تقع في بعض الاخطاء، لما تكون تستقبل الطفل الثاني تحاول تتفادى الاخطاء. أيوة. فبالتالي ما في كثير الأمهات يكون عندهم الهدف المثالية، أنا راح أكون أم كاملة، فيصيبها إحباط إذا فشلت يعني بجانب معين. أيوة. فيصيبها إحباط أن كيف، هل أنا مثلا ما عندي المهارات الكافية؟ لا، لازم الإنسان يتدرب. ممكن أنا أخطأ، ولكن مش معناته أن مثل ما نقول ما في أم كاملة ما في أم سيئة. الكل يحاول أنه هو يعني يكون فعال مع أبنائه. ممكن أن الأم تقع أخطاء، بس مو عيب أني مثلا أنا أعترف بهذه الأخطاء وأحاول أن أتجنبها في المرات القادمة. تعرفين لأن إذا أنا قلت الأم مثالية في كثير من الناس راح يعني راح يصابون بإحباط، راح يقولون نحن هل نحن فينا شيء غلط، هل فينا نحن شيء ناقص. تعرفين الأمومة شيء فطرة وغريزة في الإنسان. صح. فبالتالي ما يصير أني أنا أكون حاطة في بالي المثالية هدف. المثالية عادة تخلي الإنسان يحبط بأبسط المواقف. صحيح. فلازم أني أنا دائما أتعلم من أخطائي. ممكن مريم أيضا إذا الواحد نظر للمثالية ممكن أنه يتقيد
يتقيد في بعض القوانين او الشروط عشان اصبح مثالي لازم كذا، اللي بيروح للاسف على السوشيال ميديا والانترنت كيف اصبح ام مثاليه. هذا الخطا الكبير اللي يمكن بيقعوا فيه بعض البنات دائما. صح، دائما المرونه والاريحيه، وقد يعني ما في شيء ان دستور خلاص انا لازم اتبع هاي الخطوات عشان اكون ام ناجحه. صحيح، يمكن ظرف فلانه غير عن ظرف فلانه، يمكن حياه فلانه غير عن حياه فلانه. لكن بما انه انت حكيتي عن الاخطاء، شو هي الاساليب او الاخطاء اللي ممكن تكون ثغرات بسيطه بمرحله الامومه او بدايه مراحلها؟ اول خطا ممكن تقع فيه الامهات، خصوصا اذا كانت ام جديده، ان هي تقيس خبرات الامهات السابقه وتي تقيسها على نفسها. طفلها قد لا يكون نفس الطفل اللي هي مثلا قصت لها قصه، فدائما الامهات يقيسون على خبرات بعض ويبدون يطبقون مع ابنائهم. دائما الله سبحانه وتعالى يخلق الطفل او الابن او اي انسان يعني فريد من نوعه، ما يستوي انا اقيسه على الاخرين، حتى المقارنه دائما تكون سيئه. كثير من الامهات يقارنون ابنائهم بابناء مثلا اخواتهم او جيرانهم، فبالتالي يبدون يعني يضغطون برشر على هذا الطفل انه لازم انت تكون بمقياس فلانه. ليش؟ لان انا احس ان مثلا ابنائها ناجحين، فهذا الضغط على الطفل والمقارنه يقلل من شخصيه الطفل. الام ما تعرف هذا الشيء، تقول انا ابغى يكون اطفالي مثلا احسن ناس او ان شخصيتهم كامله، فيبدون يقارنونهم مع الاخرين. ايضا الام يجب ان هي لما يعني تحصل على معلومه تتاكد من مصادر هاي المعلومه، ما يستوني انا اي معلومه موجوده في الانترنت. الانترنت عباره وهو عباره عن يعني صفحه واسعه والكل ممكن يكتب فيها. صح. فبالتالي اتاكد من مصدر المعلومه واحاول اني يعني اتبع كل الاساليب التربويه مع الطفل. فما ينفع اني انا دائما احنا نقول الامهات ممكن يجلسون الجارات مع بعض يعني يتداولون الحديث، فتبتدي تقول خلاص انا راح اطبق كلام صديقتي. لازم انا ارجع دائما لشخص مختص. نحن نرجع للكبار في السن، دائما عندهم خبرات وما الى ذلك، لكن ما اقيس يعني الخبرات مع اختلافات شخصيه. أيوة. من طفل لاخر، خصوصا يمكن الصبايا اللي اول ما يسمعوا شيء بيروحوا بجربوه على اطفالهم، بصير الطفل مثل حقل تجارب. يمكن انا عندي موضوع ثاني بحسه له علاقه كبيره بالام المثاليه. امجد، هل ممكن انه تكون الام مثاليه من دون دعم زوجها؟ مستحيل. اكيد صح ولا لا؟ مزبوط. بتحس انه هي يمكن خلينا نقول مرحله تشاركيه بين الزوج والزوجه لحتى يقدروا يكونوا اهل مثاليين. مزبوط. اذا كانت الام عم تبذل قصارى جهدها لتكون ام مثاليه او ام فعاله، لكن الزوج ما عم بيساعدها بهذا الموضوع، رح تفشل. صح ولا لا؟ شو رايك مريم؟ اكيد الاسره هي عباره عن يعني افراد متماسكين، حتى الزوج لازم يدعم زوجته ان هي تكون ام ناجحه، وهو بالمقابل يجب ان يكون اب فعال وزوج فعال. فبالتالي في مرحله، كل مرحله جديده تحتاج الى يعني احنا نقول سبورت بيرسون، اللي هو يكون الشخص الداعم لهذا الشخص. فبالتالي لما انا اجد شخص يدعمني، ممكن اذا احبط من موقف او تعب، ترى الانسان دائما يحتاج حد دائما يدفعه الى الامام. فالشخص لما يكون عندي داعم، واذا كان هذا الداعم الزوج او حتى ام الزوجه، فيعني ما ينفع. في مرحله جديده تحتاج الى شخص يعني يدعم هذا، يدعم أكيد. الزوجه ان انت راح تكونين ام، راح تكون في مسؤوليات، ولكن يدعمها بالطريقه الايجابيه. في كثير من الاشخاص يدعمونها بطريقه انه والله لازم، ترى هذه مسؤوليه، لازم تتعودين، لازم هذه تكون تعطيني طاقه منخفضه. لا، انا دائما اعطي الشخص طاقه ايجابيه وفعاله ان ادفعه الى الامام، ادفعه ان انت راح تكون افضل. اذا اخطات مو مشكله، نحن حاليا اول طفل هذا، لازم نحن مثلا نتفادى الاخطاء، نتوقع ان راح تصير اشياء. المثاليه الزائده ان لا والله ونحن لازم نكون ما نخطا ولا غلطه. تعرفين الام لما يكون اول طفل ممكن انه يعني نادر ما ترقد، تحاول ان هي تقوم بكل الاشياء، فلازم يكون الدور يعني متبادل. اذا هي تعبت هو ياخذ الدور. كثير من الابهات لازم ياخذون هذا الشيء، لازم يعرفون ان هذا بالنهايه طفل وما يحملها كامل المسؤولية. إذا الطفل مثلا صار معاه شيء، احنا دائما بنشوف انه مثلا إذا الطفل وقع لأنك أنت مش منتبهتي له، لأنك أنت مثلا كذا. أيوة. صح ولا لا يا منى؟ أنت لو مركزة مع ابنك كان. أيوة. وكان وكان. أيوة. بس عارفين كمان من الأغلاط اللي بشوف الأمهات حتى الآباء مريم بتقع فيها يا أمجد، اتباع الموروث والتقليد الأعمى. يعني والله انا كنت بشوف امي بتضرب اخويا فلازم اضرب احنا هيك تربينا بالضبط. او انا كنت بشوف انه الولد لما يجي له مغص ماما كانت بتدي له شويه كراويه انا هعمل كده. ما عادش فيه
عارفة الخوف من احنا نتبع اسلوب جديد. هنا بتيجي اهمية ايه اعتقد يعني وجهة نظري الدورات اللي بتتعامل من مراكز. أكيد. ايه مهم ان الام قبل ما تولد مريم تروح تاخد دورة تعليمية ازاي تتعامل مع الطفل. أكيد. ازاي تتعامل في المواقف الصعبة. اكيد لما تكون الام مستعدة نفسيا ومعرفة لهذه المرحلة، يعني أنا أهل الأم أن تكون هي مستعدة عندها المعرفة. الإنسان متى يكون متوتر وما عنده ثقة ويخاف؟ لأنه إذا ما كانت عنده المعلومة فيكون ما عنده الثقة الكافية. لكن لما تكون عندي أنا المهارة وعندي المعلومة وأحاول أني أنا أتمرن فيها، حتى لو تقيسونها على نفسكم دائما الطفل الأول يختلف عن الطفل الثاني. الطفل الأول إذا مثلا وقت التطعيم أو وقت أي شيء الأم تكون عندها كارثة ومتوترة، ولكن لما يكون عندها معرفة وخبرة في الموضوع يصير أقل. دائما الإنسان لما يكون عنده جزء من المعرفة يخفف عليه التوتر ويخفف عليه القلق، فبالتالي يكون أريح. فهذه الدورات قد تقول مثلا أن أنا تأهلني أن أنت قد يعني تقابلين هذا الشيء، تشوفين هذا الموقف، راح تصير هذه الأشياء، متى تخافي، متى تروحين للطبيب. يعني في كثير من الأمهات مجرد ما الطفل يبكي دايركت تودي على الطبيب، ممكن هذا الطفل الأول، لكن في الطفل الثاني تكون تعرف أنه ممكن يكون مغص خفيف، ممكن أنه هي تعرف كيف تتعامل معه. صحيح. فالمعرفة جدا ضرورية. صحيح. أنا خليني نتكلم عن الفطرة. أحيانا بما أنه الأم هي بمشاعرها وقلبها هي أحيانا تختلق التصرف، يعني ما راح تلجأ لأي حدا، بس سبحان الله هي عارفة طفلها أنه جوعان. إحساس، ما تسألها كيف عرفتي، لأنه هي الأم اللي عارفة هذا الطفل جوعان ولا لا، نعسان ولا لا، محتاج يشرب مي مثلا عطشان ولا لا. سبحان الله هذه أنا لما لاحظتها هاي الظاهرة مريم أنا ما يعني ما استغربت أنه كيف يا أخي الأم بتحس فعلا بتحس صح. فعلا هي بتتصرف أحيانا. لكن خلينا نرجع على دور الأب. أحيانا دور الأب بيكون أنه والله مفكر أنه الأم هي خلقت بتعرف تربي، بينما هو المولود الأول أحيانا ما بدي أقول الضحية ولكن ممكن تصير بعض الأخطاء تجربة حقل التجارب للأسف دائما. بس قديش هذا الموضوع بيأثر بالنسبة للأم، قديش الرجل بيكون مؤثر بهاي العملية في مرحلة الاستعداد للأمومة. لازم يكون في حوار فعال ما بين الأب والأم أو الزوج والزوجة لاستقبال هذه المرحلة، بحيث أن كل واحد يعرف ويكون واعي لدوره. مثل ما ذكرت في بعض الأبهات يكونون ما عندهم المعرفة الكافية أن أنا لي دور كبير في هذه المرحلة اللي هي مرحلة دخول طفل إلى العائلة. فلما يكون في حوار فعال تحدد فيه المسؤوليات والواجبات لكل شخص من بينهم، أن ممكن تكون الأم أيضا تعمل، فبالتالي أيضا راح تحتاج وقت كافي أن هي ترتاح، فبالتالي لازم أن يكون نقاش واضح وفعال ما بين الأثنين في توزيع الأدوار. ما ينفع أن نقول الأب خلاص هو يعني بعيد عن موضوع التربية ورعاية الطفل، لا، لازم أن يكون في حوار فعال يوصل في النهاية لكل يعني كل واحد شو هي واجباته ودوره تجاه هذا الطفل. طب أنا هلأ يمكن عندي مداخلة هيك بسيطة لحتى نعرف، يمكن أكيد في صبايا قاعدين عم يحضرونا هيك، شو الخطأ اللي بيوقع فيه أغلب الصبايا في مرحلة خلينا نقول استقبال أول طفل وهم ما بيعرفوا إنه هذا خطأ من وجهة نظرك؟ دائما الأمومة ترتبط بالمشاعر، فبعض الأمهات يكون عندهم إدارة للمشاعر بطريقة خاطئة. يعني أنا طفلي وما أقدر مثلاً أنه يعني ما أخاف أنه يصاب بأي شيء، فالاهتمام المبالغ فيه الزائد والحرص الزائد والمشاعر الجياشة، نحن نقول دائماً الأمومة ترتبط بالمشاعر، فبالتالي تشوفينها ملازمة للطفل بشكل يعني ممكن 24 ساعة. فالطفل يتعود أنه هو دائماً يعني في حضن أمه أو 24 ساعة، فتشوفين الطفل ما يعني ما يتقبل الآخرين. نحن نقول للأم المشاعر الجياشة والمبالغ فيها هذه تحاول أن يكون فيها توازن. مثل ما ذكرنا الأب له دور أنه هو يحمل الطفل، الطفل في بعض الأوقات ممكن أن أنا علشان أخليه ينمو نمو طبيعي أخليه في بعض المراحل أنه يكون يعني يعتمد على نفسه. أيوة يعتمد على نفسه. ليش؟ لأن الحين في مرحلة التكوين حتى لو كان بعد توه يعني مولود يبتدي يتعلم. حتى الطفل ترى ذكي إذا صح. هو تعود على أن أمه تشيله 24 ساعة ما رح يسكت إلا بحضن أمه. أيوة ما رح يسكت وذكي، وهي عارف أن أنا إذا بكيت هي رح تشلني لو تلاحظين يعني، فبالتالي
الطفل بالفعل. فدائما نحن نحتاج أم تكون شوي شخصيتها قوية. نحن ما نقول حازمة وتقسو على الطفل لا، ولكن الطفل أيوة توازن، لأن الطفل ذكي. حتى لما نحن نقول نركز على الأمهات أن يستخدمون حتى الرضاعة الطبيعية، في كثير من الأمهات لما يستخدمون الرضاعة الصناعية الطفل تشوفينه يستسهل موضوع الرضاعة الصناعية، فإذا ما أعطت مثلا الرضاعة الصناعية يبتدي يبكي، يعرف ان هي راح يعرف ان هي راح ترجع للصناعي، فهو يدور دائما الاسهل. فالام لازم تكون شوي ذكيه. نحن نحتاج ام اذكى من الطفل، مو طفل اذكى من الام. والله كل الاطفال اذكى من الامهات مريم صدقيني. بس بما انك انت مختصه في الموضوع ده، اكيد عندك او بتعرفي معايير معينه او اسس ومبادئ معينه بتخلي الام او بتساعد الام ان هي توصل الى مصطلح زي ما احنا بنقول الام الفعاله او الام اللي ليها دور مهم في المجتمع. اول شيء الأم لازم تشتغل على شخصيتها، لازم تكون شخصيتها قوية جدا. قوية مش معناتها حازمة في كل الأمور، تعرف متى يعني تدير مشاعرها بطريقة فعالة. أنا في كثير من الأمهات يدللون أطفالهم بشكل مبالغ فيه، ليش؟ بحكم ان هذا طفلي واول طفل ولازم أدلله واعطيه كل احتياجاته. أنا هني ما عندي القيادة التربوية، ليش؟ لأن أنا أحاول أدلله بشكل أو أعطيه كل احتياجاته بطريقة خاطئة. أيوة رح يكون طفل مدلل. صح. منه اللي رح يتعب؟ الأهل. فبالتالي من البداية أعرف أنا كيف أوازن مع كل هذه الأمور. أحاول أني أنا متى مثلا أعطيه مسؤوليات ومتى أنا أدلله أعطيه توازن، أعطي كل الاحتياجات بشكل متوازن. إذا أنا خليته مدلل معناته هو راح يكون طفل اعتمادي، ما أعطيته حس المسؤولية، ما أعطيته فرصة في أنه مثلا يكون له مكان الخاص. أيضا أحاول أني أن أكون هادية. في كثير من الأمهات بخوفهم من الطفل يحاولون أن يكونون يعني دائما حوالين الطفل، عندهم توجيه، يوجهون دائما الطفل. الملازمة يعني ان انا لازم الطفل بشكل مبالغ فيه يعطي الثقل حتى للطفل، يشعر بانه ليش هي متواجده 24 ساعه تعطيني التوجيهات. بالفعل في كثير من الامهات يقولون انا اخاف على الطفل فلازم انا اكون موجوده 24 ساعه واوجه له التوجيهات شو يسوي وشو ما يسوي. هذا يعني هذا تواجد شو ثقيل. مزبوط. وممكن يسبب عند الطفل حاله من الذعر انه اكيد انا اللي بعمله خطا، فما احيانا بيصير الطفل بحاله انه انا اللي بتصرفه او اللي بعمله مثلا تصرف سليم ولا لا. حتى في مرحله ما بعد الاربع سنوات خمس سنوات، هل اللي انا بعمله صح ولا غلط؟ هذه سبب من اسباب يعني ملازمه الطفل. صراحه مريم حديث شيق لا يمل. شرفتينا ونورتينا، بنتشكرك كثير، وان شاء الله لنا لقاءات اخرى، ولكن راح نطلع بريك ومن بعدها راجع يلا.